على نفس ذات السياق وحول أيضا بؤرة اهتمام أعتقد أنها يهتم بها العالم، هي القمة المصرية الفلسطينية في القاهرة ما بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وما بين الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس. معنا على التليفون الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني. أهلا أهلا يا دكتور. اهلا وسهلا، اهلا بكم. اهلا بك دكتور محمود. يمكن كنا بنتحدث حول يعني اللقاء اللي تم النهارده في القاهره ما بين فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس محمود عباس ابو مازن. بالتاكيد النقاش يتناول قضيه الصراع والجوله الاخيره اللي احنا مستمرين فيها منذ يوم 7 من اكتوبر وحتى هذه اللحظه. ويمكن كنا احنا من شويه بنتكلم مع دكتور عمرو حمزاوي على المساله للوصول الى حلول. إلى أي مدى يرى دكتور محمود الهباش أننا نستطيع الوصول إلى توافق فلسطيني فلسطيني؟ وأعتقد أنه يمكن ده من أهم النقاط التي تسرع بإيجاد حلول. بكل تأكيد ترتيب البيت الفلسطيني وتصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية هو ركن أساس في مواجهة التحديات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني. لكن بكل الأحوال الآن نحن في خضم مواجهة عدوان يستهدف الكل الفلسطيني، يستهدف الوجود الفلسطيني، ولا يستهدف الوجود الفلسطيني سياسيا فقط وإنما سياسيا وفعليا. صحيح. من خلال محاولات الاجتثاث والتهجير التي تعمل عليها سلطة الاحتلال، وبالتالي هناك تطابق وتوافق فلسطيني أولا، ثم فلسطيني عربي وبالذات مصري أردني سعودي إماراتي قطري، في المجموعة العربية بشكل عام هناك توافق على أن نقطة البداية لأي جهد يمكن أن نحتاجه لتوفير انطلاقة جديدة للقضية الفلسطينية وإعادة ترتيب الأوراق والأوضاع في المنطقة، نقطة البداية هي وقف العدوان الإسرائيلي، لأنه في ظل العدوان لا معنى لأي حديث عن أي أمور أخرى، حتى بما في ذلك ترتيب البيت الفلسطيني. البيت الفلسطيني يحتاج إلى ترتيب، نعم، يحتاج إلى إعادة صياغة، نعم، ولكن في المقام الأول الآن أولويتنا اللي إحنا متفقين عليها فلسطينيا ومتفقين عليها عربيا، وهذا ما شهده اليوم لقاء القمة بين الرئيسين عبد الفتاح السيسي والرئيس أبو مازن، إنه نقطة البداية والأولوية هي لوقف العدوان وحماية الناس ووقف أو منع التهجير، مؤامرة التهجير، لأنه إذا نجحت مؤامرة إسرائيل لتهجير الفلسطينيين تكون إسرائيل قد نجحت في تصفية القضية الفلسطينية برمتها. لا قدر. وهذا الأمر الذي لا قدر الله، هذا الأمر الذي يستفز ويستنهض كل الجهود وكل الطاقات العربية والفلسطينية من أجل التصدي له. وبالتالي هناك اتفاق على أن نقطة البداية والجهد يجب أن يتركز الآن على وقف العدوان الإسرائيلي، ثم بعد ذلك نبدأ في ترتيب الأوراق والأوضاع فيما بعد بما يضمن وحدة الموقف الفلسطيني وبما يضمن الوصول إلى حل سياسي، لأنه أي حلول أمنية أو غير أمنية فقط للقضية الفلسطينية معناها إبقاء الصراع مشتعلا، وهذا متفق عليه فلسطينيا ومتفق عليه عربيا. طيب. لابد من أفق سياسي يفضي إلى إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة كأساس لتحقيق الذات.